السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله أول محاضرة في مادة الدوائر الإلكترونية 1. في البداية كده هنعمل ريفيجن على البي جي تي ترانزستور. والبي جي تي ترانزستور هو اختصار بايبولار جانكشن ترانزستور، هو عبارة عن سيمي كوندكتور ديفايس، وأقدر أعتبر إن هو فولتج ديبندنت كارنت سورس. عندنا نوعين من البي جي تي، عندنا نوع اللي هو ال ان بي ان ونوع تاني البي ان بي. الفيجر ديت بتوضح الاستراكشر والسيمبلز اللي خاصه بالتو تايب. لو جينا بصينا بقى على ال ان بي ان ترانزستور، هلاحظ ان هو متكون من تو لاير ان تايب سيمي كوندكتور، ان هما بيمثلوا الكوليكتور والترمينال والاميتر تيرمينال، وعندنا هنا البي تايب سيمي كوندكتور لاير اللي هو بيمثل البيس. لو بصينا على البي ان بي هلاحظ ان هو متكون من تو لايرز، بي تايب سيمي كوندكتور وفي النص ان تايب سيمي كوندكتور لاير اللي هو البيز. لو بصينا على السيمبل في حاله الان بي ان ترانزستور هلاقي ان السهم بتاع التيار خارج من الاميتر، ولكن في حاله البي ان بي هلاحظ ان السهم بتاع التيار داخل من الطرف بتاع الاميتر. لو جينا اتكلمنا بقى بشكل اكتر على الاوبريشن بتاعه البي جي ترانزستور واخدنا ال ان بي ان تايب كمثال زي ما احنا شايفين في الفيجر، عشان خاطر يحصل كوندكشن للكرنت لازم الترانزستور بتاعي يكون اون. عشان خاطر يكون اون محتاج يكون الجنكشن ما بين البيز والاميتر تكون فورورد. في حاله ال ان بي ان ترانزستور ده معناه ان الجهد بتاع البيز يكون اعلى من الجهد بتاع الاميتر، يعني انا بوصل بطاريه ما بين البيز والاميتر. عشان خاطر يحصل كوندكشن لازم الجهد اللي هو ما بين البيز والاميتر يبقى تقريبا 0.7. لو الكونديشن ما تحققش يبقى انا عندي ترانزستور بتاعي شغال في مود بسميه الكات اوف مود، والكات اوف مود بيكون عندي التيار تقريبا بزيرو. لو انا عندي ترانزستور بتاعي اون فانا ممكن اشغل الترانزستور في احد التو مود اوف اوبريشن. في عندي مود بسميه الاكتيف مود، في الحاله دي بيبقى عندي الجنكشن ما بين الكوليكتور والبيز بتبقى ريفرس، ده معناه ان انا محتاج يكون الجهد بتاع الكوليكتور اعلى من الجهد بتاع البيز. ممكن برضو اشغل الترانزستور بتاعي في مود تاني بسميه الساتوريشن مود، وفي حاله الساتوريشن مود بيكون الجنكشن ما بين البيز والكوليكتور بتكون فورورد، ده معناه ان الجهد بتاع البيز بيكون اعلى من الكوليكتور. انا في الكورس بتاعي هركز على تشغيل ترانزستور البي جي تي في حاله او في دوائر الامبليفاير، وفي دوائر الامبليفاير محتاج دايما يكون عندي ترانزستور بتاعي شغال في الاكتيف مود. في حاله ال ان بي ان ترانزستور بيبقى عندي تيار من الالكترونز بيمر من الاميتر للكوليكتور، بيمر من خلال البيز. عندي هنا بيبدأ يمر مجموعة من الهولز من البيز داخل البيز ريجون، وبالتالي بيحصل الكومباينيشن لعدد من الالكترونز اللي هي بتمر في البيز ريجون عشان توصل لغاية الكوليكتور، ده معناه ان اتجاه التيار بتاعي بيبقى من الكوليكتور للاميتر. في حالة البي ان بي تايب ترانزستور بيبقى عكس اتجاه التيار، بيبقى عندي التيار بيمر من الاميتر للكوليكتور. لو اتكلمنا اكتر بقى على البي جي تي ترانزستور في الاكتيف ريجن وبصينا على التيارات، اول حاجه هنتكلم على الكوليكتور كارنت. الكوليكتور كارنت بيساوي اي اس اكسبوننشال في بي اي على الفي تي. الاي اس ديت هي الساتوريشن كارنت، ودي بتبقى قيمتها صغيره جدا. الفي تي هنا بنسميها الثيرمال فولتج، دي تقريبا بتبقى من 25 ملي فولت ل 26 ملي فولت ات روم تمبريتشر. لو بصينا على الفي بي اي ده الجهد ما بين البيز والاميتر. لو بصينا على السيمبل هلاحظ ان الفي هنا سمول لتر، وعندي السبسكريبت بتاعها البي اي هو كابيتال. ده معناه ايه؟ معناه ان عندي القيمه ديت هي انكلود الدي سي تيرم والاي سي تيرم. لو انا عندي هنا السيمبل نفسه كابيتال لتر والسبسكريبت كابيتال لتر، ده معناه ان انا شغال في الدي سي. لو انا عندي كلهم سمول لتر دول معناه ان انا شغال في الاي سي. لو جيت بصيت بقى على البيس كارنت هلاقي ان البيس كارنت بيساوي قيمه الاي سي اللي هي الكوليكتور كارنت مقسومه على سيمبل بسميه البيتا اللي هو اسمه الكومن اميتر كارنت جين. لو انا عوضت بقيمه الاي سي هلاحظ هنا ان الاي بي بيساوي اي اس على بيتا اكسبوننشال في بي اي على الفي تي. لو بصيت اكتر بقى على التيار بتاع الاميتر هلاحظ ان التيار بتاع الاميتر هو مجموع الكوليكتور كارنت والبيس كارنت. لو جيت هنا عوضت بالمعادله بتاعه الاي بي ان هي بتساوي اي سي على بيتا وخدت الاي سي عامل مشترك، هلاحظ هنا هوصل لان الاميتر كارنت بيساوي ترم اللي هو بيتا زائد واحد على بيتا مضروب في الترم اللي هو الاي اس اكسبوننشال في بي اي على الفي تي. الترم دوت هو الاي سي، والترم دوت هو مقلوب حاجه بسميها الالفا اللي هي الكومن بيس كارنت جين، والالفا دي بتساوي بيتا على بيتا زائد واحد، والالفا تقريبا هي بتساوي واحد، وبالتالي عندي الاي سي بيساوي الفا اي اي.
لو جيت عوضت بقى في الاميتر كارنت، هلاحظ ان الاميتر كارنت بيساوي الاي اس على الفا اكسبوننشال في بي اي على الفي تي. ممكن احصل على قيمه البيتا من الالفا، في الحاله دي البيتا بتساوي الفا على الفا ناقص واحد. لو انا شغال في الدي سي اقدر ان انا اعمل ريبليس للترانزستور بايكويفالنت سيركت. الايكويفالنت سيركت ديت زي ما باين عندي كده في الفيجر، ان اقدر امثل التيرمينالز ما بين البيز والاميتر بفورورد بايس دايود، وفي التيرمينال ما بين الكوليكتور والاميتر عندي كارنت سورس او ديبندنت كارنت سورس اللي هو قيمه التيار اللي فيه بتساوي اي اس اكسبوننشال في بي اي على الفي تي اللي هي الدي سي تيرم بتاع الاي سي. يبقى انا عندي هنا الاي سي هو ديبندنت على الجهد ما بين الفي بي اي او ما بين البيز والاميتر. عندي السيمبل دوت او الايكويفالنت سيركت دي بسميها اللارج سيجنال موديل، لان انا شغال في حاله الدي سي. لو جينا اتكلمنا اكتر بقى وبصينا على الكيرف ما بين الاي سي والفي بي اي، لو انا عندي قيمه الفي بي اي قليله ده معناه ان الترانزستور بتاعي مش شغال في حاله الاوف. وانا قلت قبل كده في حاله الاوف بيبقى عندي تقريبا التيار بيساوي زيرو. لو انا زودت قيمه الفي بي اي لجهد معين، يعني الجهد اللي بيحصل عند الكوندكشن اللي هو تقريبا 0.5، بيبدا يمر تيار في الترانزستور. التيار دوت بيبقى اكسبوننشالي ديبندنت على الجهد ما بين البيز والايميتر اللي هو الفي بي اي، لغايه تقريبا الجهد الفي بي اي اللي هو بيساوي 0.7 اللي هو تقريبا اقصى قيمه بيقدر يوصل لها الجهد ما بين البيز والايميتر. وبالتالي لو انا عندي الفي بي اي اقل من 0.5 في الحاله دي اقدر اعمل نيجلكت للاي سي. لو جيت بقى بصيت بقى على الكاركترستيك كيرف بتاعه الاي سي ودرست العلاقه ما بين الاي سي والفي سي اي، اقدر استخدم السيركت الواضحه عندي في الفيجر ان انا اوصل بطاريه ما بين البيز والاميتر، وبالتالي ده جهد الفي بي اي، واوصل بطاريه ما بين الكوليكتور والاميتر، وبالتالي ده جهد الفي سي اي. لو انا ثبتت جهد الفي بي اي عند قيمه معينه وبدات ان انا اغير قيمه الفي سي اي، هلاحظ حاجة، هلاحظ ان عندي في جزء كده بيبقى تيار الاي سي تقريبا ثابت، وفي جزء بيحصل تغير كده لقيمة الاي سي مع الفي سي اي. الجزء اللي هو بيحصل فيه ثبات لقيمة الكوليكتور كارنت ده اللي هو الاكتيف ريجون، والجزء اللي بيحصل تغير لقيمة الاي سي مع الفي سي اي هو الجزء اللي هو الساتوريشن ريجون. هو طبعا في الكورس تركزنا اكتر على الجزء بتاع الاكتيف ريجون. لو انا زودت قيمه الفي بي اي هلاحظ ان انا عندي المستوى بتاع الاي سي كارنت بيبدا ان هو يزيد مع زياده الفي بي اي. طيب الجزء بقى اللي بيحصل عنده ترانزيشن ما بين الاكتيف ريجن والساتوريشن ريجن هو قيمه الفي سي اي اللي هي بتساوي 0.3. في الحاله دي بسمي ان الترانزستور شغال عندي في الايدج اوف ساتوريشن، لان هو الـ عند الجهد دوت بيبقى اللي هو الفاصل ما بين الاكتيف ريجن والساتوريشن ريجن. لو انا قللت قيمه الفي سي اي عن قيمه ال 0.3 فبالتالي انا عندي ترانزستور بتاعي كومبليتلي شغال في الساتوريشن ريجن. على سبيل المثال لو انا عندي الفي سي اي اقل من او يساوي 0.2 فانا بطلق على هذه الحاله ان الترانزستور بتاعي شغال في الديب ساتوريشن. دلوقتي هنتكلم عن حاجه اسمها البيز ويدز ميديوليشن افكت. ايه الافكت ديت؟ لو رجعنا للفيجر اللي احنا شرحنا فيها الاوبريشن بتاعه الترانزستور، واحنا قلنا قبل كده ان في الاكتيف ريجن محتاجين دايما الجنكشن ما بين الكوليكتور والبيز بتكون ريفرس. ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي ديبليشن ريجن ما بين الكوليكتور والبيز. لو انا زودت قيمه الفي سي اي الجهد ما بين الكوليكتور والاميتر، ده معناه ان عندي الريفرس بايس بيكون اكتر، وبالتالي الديبليشن ريجون بتبدا تزيد. ده بيعمل ايه؟ ده بيقلل الافكتيف ويدث بتاعه البيز. طيب انا قلت قبل كده ان انا عندي مجموعه من الالكترونز بتمر من الاميتر للكوليكتور عن طريق البيز، وبيحصل لمجموعه من الالكترونز عمليه الكومباينيشن مع الهولز اللي هي داخله من البيز. لو انا قللت الويدز بتاعه البيز ده معناه ان فرصه حدوث الكومباينيشن بتبقى اقل، وبالتالي بيمر عدد اكبر من الالكترون ناحيه الكوليكتور تيرمينال. ده معناه ان انا بزود في قيمه تيار الاي سي، وبالتالي ده بيستدعي ان احنا نعدل بقى الايكويشن بتاعه الكوليكتور كارنت. زي ما احنا شايفين ان احنا بنزود تيرن اللي هو 1 زائد في سي اي على الفي اي. الفي سي اي هنا هي الجهد ما بين الاميتر والكوليكتور، وعندي الفي اي اللي هي بسميها الايرلي فولتج. لو انا رجعت تاني للكيرف او الكاركترستيك كيرف بتاع الاي سي مع الفي سي اي، وانا قلت قبل كده ان انا عندي في الاكتيف ريجون ان قيمه التيار بتاعه الكوليكتور تقريبا بتبقى كونستانت. طبعا الكلام ده مش صحيح، هو في تغير لقيمه الاي سي مع الفي سي زي ما انا شرحت بسبب موضوع البيز ويدث ميديوليشن افكت. لو انا خدت كل كيرف كده على استقامته مديته على استقامته، الاقي ان كل الكيرفات بتتقاطع في نقطه في النيجاتيف بورشن بتاع الفي سي اي اللي هو الماينس بتاع الفي اي اللي هو الايرلي فولت.
طيب نتيجة بقى إن أنا عندي نون كونستانت سلوب للأي سي والفي سي إي، ده بيindicate إن في عندي أوتبوت ريزيستنس ما بين الكوليكتور والإميتر، أنا بسميها الـ RO. عشان خاطر أحسب الـ RO فهي تبقى تعتبر هي مقلوب بارشال أي سي على البارشال في سي إي. لو أنا عوضت بقى بقيمة الـ IC بعد الموديفيكيشن نتيجة الـ Base Width Modulation Effect، هلاحظ إن قيمة الـ RO في الحالة دي بتساوي الـ VE على الـ IC، والـ IC اللي هي الـ DC Term بتاعة الكوليكتور كارنت. انا عندي الار او بتبقى ليها سيجنيفيكانت امباكت على الجين بتاع ترانزستور امبليفاير، وبالتالي غالبا يعني ببدا ان انا اعمل لها انكلود مع الترانزستور بتاعي، فبالتالي بعدل بقى اللارج سيجنال موديل ان انا بحط هنا قيمه الريزستور الار او بارل مع الديبندنت كارنت سورس اللي هو البيتا اي بي اللي هو التيار بتاع الكوليكتور تيرمينال. طيب الجدول ده هنا بيوضح بقى ملخص للعلاقات بتاعة الترانزستور بيش ترانزستور في حالة الاكتف مود. طبعا هنا بتكلم على ال NPN ترانزستور، لو انا شغال بقى في ال PNP ترانزستور فانا بريبليس الجهد، مثلا لو لكن عندي ال VBE فانا بقول عندي VBE، فانا عندي اساسا التيارات هنا بيبقى في الاتجاه العكسي. هنبدأ نتكلم بقى على البي جي تي كامبليفاير. انا بحتاج ليه امبليفاير؟ على سبيل المثال لو انا عندي ترانسديوسر زي الميكروفون، الميكروفون بيحول اكوستكس لإلكتريكال سيجنال، ولكن التيار اللي خارج بيبقى او الجهد اللي خارج بيبقى قيمته صغيرة جدا، ليه امبليتيود قليل. فانا مثلا لو انا عايز اوصل السيجنال ديت للود زي السبيكر، فانا محتاج يبقى عندي الامبليتيود اكبر، فبالتالي بحتاج دايره الامبليفاير. دايره الامبليفاير اللي انا بشغلها عن طريق ان انا بوصل دي سي فولتج سورس وباخد السيجنال اللي هي ليها امبليتيود قليل كانبوت، بيبدا يحصل امبليفيكيشن، وبالتالي احصل في الخارجه على نفس السيجنال ولكن الامبليتيود بدا ان هو يبقى زياده. زي ما احنا شايفين في الفيجر الانبوت هنا عباره عن لو سيجنال باور، عندي هنا الباور قيمتها قليله. بعد كده وصلت السيجنال للامبليفاير، الامبليفاير خرج لي هنا السيجنال هاي باور، وبالتالي اقدر ان انا اوصله للسبيكر. هنتكلم بقى عن البيزك اوبريشن بتاعه البي جي تي كامبليفاير، ازاي ان انا بستخدم البي جي تي بتاعي كامبليفاير. البي جي تي ترانزستور ده بسميه ترانس كوندكتنس امبليفاير، لان انا عندي بطبق جهد على الانبوت بتاعه اللي هو ما بين البيز والاميتر، وبالتالي بحصل على تيار هو ديبندنت على الجهد ما بين البيز والاميتر. لكن انا في الحقيقه انا عايز استخدم ترانزستور كفولتج امبليفاير. عشان استخدمه كفولتج امبليفاير محتاج ان انا احول قيمه التيار لجهد عن طريق ان انا بمرر التيار ده في مقاومه. لو بصينا على الفيجر ديت السيركت ديت هلاقي ان انا موصل هنا الانبوت ال VBE، ووصلت ريزيستنس اللي هي ال RC على الكوليكتور تيرمينال عشان خاطر احول التيار اللي بيمر فيها لجهد. لو بصينا بقى على ال VTC كيرف اللي هو ما بين ال VBE وال VCE، لو انا قللت او انا بدأت قيمة ال VBE بقيمة صغيرة هلاحظ عندي ان التيار ال IC تقريبا بزيرو، وفي الحالة دي بيبقى عندي جهد ال VCE بيساوي VCC لان الفولتج دروب على ال RC بزيرو. لو انا زودت قيمة ال VBE لغاية قيمة معينة اللي هو بيحصل عندها كوندكشن زي ما قلت قبل كده تقريبا هو 0.5، بيبدأ يمر تيار بسيط في الـ RC اللي هو تيار الـ IC. تيار الـ IC دوت بيبدأ ان هو يزيد مع زيادة الـ VBE. ده معناه ايه؟ معناها ان هو بيزود الـ Voltage Drop على الـ RC، ده معناه ان هو بيقلل الجهد على الـ VCE. هيبدأ يقل الجهد الـ VCE لغاية ما يوصل قيمة معينة هي القيمة اللي بيبدأ يحصل عندها Transition للترانزستور من الـ Active Region للـ Saturation Region، اللي هي تقريبا الـ VCE بيساوي 0.3. لو بصينا على الايكويشن اللي احنا بنستخدمها في الحاله ديت الاحظ ان قيمه ال VCE هي بتساوي ال VCC ناقص ال IC في ال RC، ان انا ممكن اعوض بقيمه ال IC اللي هي بتساوي IC اكسبوننشال VBE على ال VTE. ما ننساش ان احنا بنتكلم على الترم اللي هو بينكلود ال EC وال DC terms. لو انا بقى بتكلم على ال DC term وانا شغال عند ال Q point، يبقى انا محتاج دايما الترمز عندي تكون كابيتال ليتر. في الحاله دي بيبقى عندي ال VCE بيساوي VCC ناقص الـ RC في الـ IS exponential VBE على الـ IT. لو أنا عملت imposing الـ small signal VBE على الـ VBE، في الحالة ديت الـ VBE التوتال بيساوي الترم اللي هو VBE capital اللي هو في الحالة دي DC، والترم اللي هو VBE small اللي هو الـ AC. هنا الفيجر بيوضح الـ imposing بتاع الـ two signals الـ VBE اللي هو الـ DC term، وعملت imposing لـ AC term على الـ VBE. لو انا عايز احسب بقى السمول سيجنال فولتج جين، فانا بفاضل ال VCE على ال VBE عند ال Q point،
وبالتالي هعوض في الايكويشن اللي هي ال VCE بيساوي VCC ناقص RCIS exponential VBE على ال VT. ده بيخلينا نوصل ان القيمة الجين بتساوي minus IC على VT RC. الماينس هنا معناها ان في 180 درجة في الشيفت ما بين الانبوت والاوتبوت. طيب ال IC في ال RC ده ايه؟ ده الفولتج دروب على المقاومة اللي هي ال RC. اقدر اعوض عنها بان هي بتساوي VCC ناقص ال VC، وبالتالي الجين بيساوي ماينس في سي سي ناقص في سي اي على الفي تي. طيب عشان احصل على الماكسيمم فولتج جين انا هقدر اعمل استيميت لو عندي الفي سي اي اللي هي بتساوي 0.3، عشان خاطر انا قبل كده قلت اني عشان خاطر الترانزستور يشتغل في الاكتيف مود محتاج دايما الفي سي اي تكون اكبر من 0.3، وبالتالي عشان احصل على الماكسيمم جين اخلي الفي سي اي بتساوي 0.3، وبالتالي الماكسيمم جين هنا في الحاله دي بيساوي ايه؟ بيساوي ماينس الفي سي سي ناقص 0.3 على الفي تي. لو انا عملت بقى ابلاي بالاي سي على الدي سي تيرم عندي في الفي بي اي، فبالتالي قيمه التيار الكوليكتور بتساوي اي سي اكسبوننشال في بي اي اللي هي بتنكلود التو تيرم. يبقى انا عندي هنا التيرم اللي هو الدي سي بالاضافه الى التيرم الاي سي. اقدر بقى ان انا اخد اكسبوننشال اوزع الاكسبوننشال ما بين الفي بي اي اللي هي الاي سي والفي بي اي اللي هي الدي سي. وبالتالي لو انا عندي هنا في الايكويشن اللي احنا شايفينها ديت ان الاي اس كابيتال اكسبوننشال في بي اي على الفي تي هي بتمثل قيمه الدي سي تيرم بتاع الكوليكتور كارنت اللي هي الاي سي، وبالتالي التوتال اي سي في الحاله دي بيساوي الاي سي اللي هو الدي سي تيرم مضروب في اكسبوننشال في بي اي على الفي تي. انا لو انا عندي قيمه الفي بي اي قيمه قليله، هو غالبا بتبقى قيمه قليله جدا، فاقدر ان انا استخدم الايكويشن هي اكسبوننشال اكس بيساوي 1 زائد اكس فور سمول اكس، وبالتالي الـ IC total تقريبا هي بتساوي قيمة الـ IC اللي هو الـ DC term مضروبة في 1 زائد VBE على الـ VT. يبقى أنا عندي الـ IC بتساوي IC capital زائد term اللي هو الـ IC VBE على الـ VT. أنا عندي وقلت قبل كده أن أنا الـ IC include two term، term اللي هو الـ IC الدي سي قصدي والترم هو الاي سي. عندي الترم الدي سي اللي هو الاي سي كابيتال، يبقى انا عندي الترم اللي فاضل ده هو ترم الاي سي اللي هو بيساوي اي سي في بي اي على الفي تي. لو جيت بصيت بقى على الايكويشن بتاعه الاي سي اللي هو الاي سي هلاحظ ايه حاجه؟ هلاحظ انا عندي هنا قيمه التيار بتساوي جزء هنا او ترم هنا مضروب في قيمه الفي بي اي اللي هي الاي سي. الترم ده اللي هو الاي سي على الفي تي انا هنا بسميه جي ام او ترانس كوندكتنس. هو عباره عن ايه؟ عباره عن قيمه الاي سي او الكوليكتور كارنت في حاله الدي سي مقسوم على الفي تي بشكل اكبر من الجي ام، او بشكل اوضح ان الجي ام هي بتساوي بارشال اي سي على بارشال في بي اي لو انا شغال عند الكيو بوينت زي ما هو واضح في الفيجر. عند الكيو بوينت لو انا عملت هنا فاريشن لقيمه الفي بي اي ده معناه ان هو بيحصل هنا فاريشن في قيمه الاي سي بناء على السلوب عند الكيو بوينت. لو انا عايز احسب بقى المقاومه اللي هي بشوفها من خلال الفي بي اي اللي هي ناحيه البيز، هستخدم نفس الايكويشن اللي قبل كده، ولكن بدل ما استخدم الكوليكتور كارنت هستخدم البيز كارنت. ده معناه ان انا هقسم الاي سي على البيتا، وبالتالي هقسم التو تيرمز على البيتا. انا اساسا عندي الاي بي اللي هي التوتال بتساوي جزء الدي سي تيرم الاي بي كابيتال زائد الاي بي سمول اللي هي بتمثل الاي سي. في الحاله ديت الاي بي سمول بتساوي 1 على بيتا اي سي مقسومه على الفي تي مضروبه في الفي بي اي سمول. انا قلت قبل كده ان الاي سي على الفي تي بتساوي جي ام، وبالتالي الاي بي في الحاله دي بتساوي جي ام على بيتا في بي اي. عشان خاطر احصل على قيمه الانبوت ريزيستنس من ناحيه البيز ان انا بسميها ار باي، يبقى انا بحب او انا المفروض ان انا اقسم الفي بي اي على الاي بي. قسمه الفي بي اي على الاي بي بتخلي ان الار باي بتساوي بيتا على الجي ام. البيتا في الاساس هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الاي سي على الاي بي. لو انا عوضت هلاحظ ان الار باي ممكن انها هي تساوي في تي على الاي بي، وانا بالتالي ممكن احسب الار باي عن طريق بيتا على جي ام او في تي على الاي بي. لو جيت بقى حسبت الريزيستنس من ناحيه الاميتر بعمل ايفالويت للاميتر كارنت، يبقى انا بستخدم الايكويشنز بتاعه الكوليكتور كارنت ولكن بقسمها على الالفا عشان خاطر هنا بتكلم على الاميتر، وبالتالي هلاقي الاي سي تيرم بتاع الاميتر كارنت بيساوي 1 على الفا مضروب في اي سي على في تي مضروب في الفي بي اي. هلاحظ ان هو بيساوي اي اي على في تي لان الاي سي على الالفا هي الاي اي مضروب طبعا في الفي بي اي سمول اللي هو الاي سي بتاع الجزء بتاع ال VBE. وبالتالي الريزيستنس اللي هي من ناحيه الاميتر اللي احنا بنسميها هنا ار سمول بتساوي VBE على الاي اي. دي معناها ان هي بتساوي VT على الاي اي، يعني بتساوي الفا
على الجي ام، وانا قلت قبل كده ان الفا تقريبا بتساوي 1، وبالتالي قيمه الار اي عندي هي بتساوي تقريبا 1 على جي ام. لو بصينا على الفيجر هنا بقى، الفيجر بيوضح التو ريزيستنس اللي احنا حسبناهم هنا. في حاله انا بصيت من ناحيه البيز، فانا بحسب المقاومه اللي هي الار باي اللي هي بتساوي في بي اي على الاي بي. لو انا بصيت من ناحيه الاميتر، فانا بحسب المقاومه اللي هي الار اي سمول اللي هي بتساوي في بي اي على الاي اي. لو انا حبيت بقى اكتب علاقه ما بين الار باي والار اي، هقول ان انا عندي اساسا الفي بي اي بتساوي ايه؟ بتساوي الاي بي في الار باي اللي هي بتساوي برضو اي اي في الار اي سمول، وبالتالي الار باي بتساوي ناتج قسمه الاي اي على الاي بي مضروبه في الار اي سمول. انا من الايكويشنز اللي قبل كده انا عارف ان الاي اي على الاي بي بتساوي بيتا زائد 1، وبالتالي عندي الار باي هي بتساوي بيتا زائد 1 في الار اي سمول. وجيت بقى عملت استيميشن للفولتج جين، بس انا طبعا احط بقى في الاعتبار الجزء بتاع الاي سي. انا كنت اشتغلت قبل كده على الدي سي وحسبت قيمه للفولتج جين، هبدا احسب قيمه للفولتج جين بقى بس باستخدام او باعتبار الاي سي داخل معانا دلوقتي في حساب الايكويشنز. وبالتالي انا عندي الفي سي اي بتساوي في سي سي ماينس الاي سي في الار سي. الاي سي هنا انكلود الدي سي تيرم والاي سي تيرم. لو جيت عوضت هنا هلاحظ ان الفي سي سي بيناقص عندي قوس هنا الاي سي سمول اللي هي الاي سي زائد الاي سي اللي هو الدي سي مضروب في الار سي. ممكن ناخد بقى الجزء اللي هو الدي سي مع بعض اللي هو الفي سي سي ناقص الاي سي في الار سي، الجزء ده اللي هو الفي سي اي كابيتال اللي هو الدي سي تيرن بتاع الفي سي اي. هيتفضل لي جزء هنا اللي هو الماينس الاي سي سمول مضروب في الار سي. يبقى انا عندي الجزء دوت الماينس الاي سي سمول في الار سي هو الفي سي اي سمول، لان انا عندي الفي سي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الفي سي اي كابيتال اللي هي الدي سي زائد الفي سي اي سمول اللي هي الاي سي بتاع الفي سي اي. لو انا عوضت بقى بقيمه الاي سي اللي هي بتساوي جي ام في بي اي، هلاحظ عندي الفي سي اي بتساوي ماينس جي ام ار سي مضروب في قيمه الفي بي اي. عشان احصل على الجين فانا بقسم قيمه الفي سي اي على الفي بي اي، بيطلع لي ان الاي في بيساوي ماينس جي ام ار سي. لو انا عوضت بقى بالجي ام بتساوي اي سي على الفي تي، الاحظ ان انا عندي الجين بيساوي ايه؟ بيساوي ماينس اي سي ار سي في تي، هو نفس القيمه اللي احنا استنتجناها قبل كده واحنا بنتكلم على الدي سي. بعد ما حسبنا الاي سي بارامتر للترانزستور، دلوقتي اقدر ان انا اعمل ريبليس للبي جي ترانزستور بموديل في حاله الاي سي بسميه سمول سيجنال موديل. انا عندي نوعين من الموديل، في موديل بسميه هايبريد باي موديل زي ما واضح في الفيجر، وعندي نوع تاني بسميه اللي هو التي موديل. استخدام الهايبرد بي موديل او التي موديل ده بناء على الدايره بتاعتي وان هي هل هتسهلي الكمبيوتيشن او لا. يعني انا ممكن مثلا عندي استخدام الهايبرد موديل ممكن يعمل كومبليكيت للحل بتاع المساله بتاعتي، فالبديل ان انا استخدم التي موديل او العكس. لو انا بصيت بقى على الهايبرد باي موديل هلاقي ان هو ممكن امثل الترانزستور بمقاومه اللي هي بسميها الار باي ما بين البيز وما بين الاميتر، وعندي هنا ما بين الكوليكتور والاميتر الكرنت سورس اللي هو قيمه الاي سي سمول اللي هو الجي ام في بي اي، او ممكن اطلق عليها واسميها البيتا اي بي اللي هي بتساوي الجي ام في بي اي. لو انا بقى حطيت الار او في الحسابات، معنى كده انا محتاج اعمل موديفيكيشن للهايبرد باي موديل زي ما احنا شايفين في الفيجر، ان انا اعمل انكلود للار او تبقى بارل مع الكرنت سورس اللي هو بيساوي جي ام في بي اي. وبرده محتاج ان انا اعدل الايكويشن بتاعه الجين، في الحاله دي بقول ان الجين بتاعي بيساوي الفي سي اي على الفي بي اي، اللي هو بعمل انكلود بقى للار سي بدل ما تبقى ار سي بس، هتبقى ار سي بارل مع الار او اللي هو الاوتبوت ريزيستنس ما بين الكوليكتور والاميتر. لو استخدمت بقى التي موديل، التي موديل هيبقى عندي هنا برسم ريزيستنس ما بين البيز والاميتر اللي هي الار اي سمول اللي انا حسبتها قبل كده اللي هي تقريبا بتساوي 1 على جي ام، وعندي هنا ما بين الكوليكتور والبيز عندي الكرنت سورس اللي هو بيمشي فيه تيار الكرنت اللي هو كوليكتور كرنت اللي هو بيسميه اللي هو قيمته جي ام في بي اي، او ممكن اقول ان هو بيساوي الفا اي اي.